في إطار التكليفات الرئاسية بتطوير الخدمة الحكومية، سلمت وزارة التخطيط وزارة العدل 3 مراكز خدمية للتكنولوجيا المتنقلة مجهزة بالكامل لتقديم خدمات مكاتب قطاع الشهر العقاري والتوثيق الثابتة. وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد حرص الدولة على تطوير أداء الخدمة الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وذلك في إطار العمل على تحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وأيضا تقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.